brother يعني أخوك أنت. فشو بتحكي؟ How old is your brother؟ يعني كم عمر أخاك أو كم عمر أخوك؟ حسب عمر أخوك بتجاوب. إذا كان عمره مثلاً 8 سنين شو بتحكي؟ He is 8. يعني عمره 8 سنين. He is 8. إذا كان عمره مثلاً 11 شو بتحكي؟ He is 11. He is 20. قديش عمره بتكتب؟ هلأ إذا بدي أسأل مثلاً مش عن أخوك، أسأل عن شقيقتك أختك، فشو بحكي؟ How old is your sister؟ sister معناها أخت. Your sister اللي هي شقيقتك أختك، فشو بحكي؟ How old is your sister؟ يعني كم عمر شقيقتك أو أختك؟ شو بتجاوب؟ She is 10 مثلاً، عمرها 10 سنين. بدل ما أحط هي بحط شي. ليه؟ لأنه إحنا أخذناهم قبل. هي للولد يعني للبرذر الأخ، وشي للبنت يعني للأخت. She is 10. برضه إذا بدك تحكي على أمك برضه رح تستخدم she لأنه هي أنثى يعني بنت. هلا إذا بدنا نحكي عن جمع، بدك تحكي إنه عندك أكثر من أخت مثلا، خوات. فشو بتحكي؟ These are my sisters، يعني هؤلاء خواتي. These are my sisters. إذا حكيت this is يعني بحكي عن واحد، عدد واحد. أما إذا حكيت عن اثنين وأكثر ممكن يكون عندك خمس خوات، أربع خوات، أختين. كل هدول شو بحكي عنهم؟ These are بعدين بكمل my sisters يعني خواتي. ممكن أحكي These are my uncles يعني هدول عمامي أو خوالي. هلا إذا بدي أسألك، هل عندك أو هل لديك أخ أو هل لديك أخت، هل لديك عم؟ بدك بتحط عضو الفاميلي اللي بدك إياه، أي جزء من عائلتك عادي بتقدر تحطه، brother sister uncle aunt cousin اللي بدك إياه. Have you got a brother؟ يعني هل عندك أخ؟ إذا فعلا عندك أخ شو بتحكي؟ Yes I have يعني نعم لدي أخ. Yes I have. إذا ما عندك إخوان شو بتقول؟ No I have not يعني أنا ما عندي إخوان. No I have not. هلا إذا بدك تحكي بشكل عام إنه بدك توصف عندك ثلاث أولاد عمام أو ثلاث أولاد خوال، خلينا على أولاد العمام. إذا بدي أحكي عندي أنا ثلاث أبناء عم، فشو بحكي؟ I have got three cousins يعني أنا عندي ثلاث أولاد عم. ممكن يكونوا أربعة خمسة، بتحط الرقم اللي بدك إياه بدل three. I have got five cousins يعني عندي خمس أولاد عم أو خمس أولاد خوال أو خال اللي بدك إياه. هل آخر إشي إذا بدك تحط إنه أنت ما عندك ولا أخت مثلا، فشو بتقول؟ I have not got a sister يعني أنا لا يوجد لدي أخت بالمرة، ما عندي خوات. I have not got a sister. بكتابكم رح تلاقوها مكتوبة I haven't يعني اختصار ل have not بتصير haven't، بس احفظوها بالأول بدون اختصارات. I have not got a sister يعني أنا ما عندي أخت، أو I have not got a brother يعني أنا ما عندي أخ. I have not got an uncle مثلا يعني أنا ما عندي عم أو ما عندي خال. هذا هو الدرس اليوم، تعلمنا شوي نحكي كم من جملة، احفظوا قد ما بتقدروا من الكلمات وهذا هيك بكون تمام. بشوفكم المرة الجاي. goodbye.